لقد قمنا بإجراء عملية نوعية في جراحة العظام، تخصص تركيب المفاصل الصناعية، المفصل الصناعي للركبة والمفصل الصناعي للورك، عدة عمليات تحت إشراف بروفيسور غادي إسماعيل، وذلك يدخل في إطار التوأمة بين مستشفيات الشمال ومستشفيات الجنوب. قام بعدة عمليات تتعدى 6 عمليات في يومين، وإن شاء الله من هنا حتى لآخر الأسبوع راح يقوم 6 عمليات أخرين، عمليات جراحية معقدة جدا. سيدي بروتيز، هذه انطلاقة جديدة لسنة 2021، ابتدأنا بتنظيم عملية توأمة في تركيب المفاصل الاصطناعية، وهذا من ضمن برامج تغطية مناطق الظل وتقريب العلاج المواطن، خاصة العلاجات النوعية. هذه التظاهرة اللي تشمل حوالي 16 مريض اللي راح يستفادوا من هذا المهمة تاع التوأمة.